الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نحاول من خلال هذا الملخص نتناول الوحدة التعلمية الثانية، وهي القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. بطبيعة الحال، تناول التلميذ في الوحدة التعلمية الأولى العالم المتقدم والمتخلف، راه واضح على الخريطة العالم المتقدم في الشمال، شمال هذا الخط الاستواء، ما عدا أستراليا التي تقع في الجنوب، إذن ونيوزيلندا. إذن والعالم المتقدم اللي يقع في الشمال، ندرس نماذج منه: الولايات المتحدة الأمريكية النموذج الأول، ثم أيضا الاتحاد الأوروبي النموذج الثاني، الاتحاد الأوروبي، والنموذج الأخير وهي شرق وجنوب شرق آسيا. شرق وجنوب شرق آسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة إلى آخره. إذن هذه تناولها في الخريطة، ورح نتناول كل خريطة على حدة. إذن هذه حاولنا إعطاء نموذج أو نظرة أولية حول المقدمة اللي رح نتناول فيها. الآن ننتقل إلى العنصر الثاني. النقطة الأولى اللي نتناولها في مادة الجغرافيا في العالم المتقدم، ألا وهي العوامل. ممكن يجي سؤال: العوامل أو الدعائم أو الإمكانيات أو الموارد؟ إذن هي نفسها. إذن التلميذ إذا جاء دعائم القوة الاقتصادية، عوامل القوة الاقتصادية، الإمكانيات أو الموارد، إذن هو نفس السؤال. نلقاه في العالم المتقدم بأنه يتشابه وتتشابه العوامل في العديد من الأشياء. مثلا عندنا نموذج حول الاتحاد الأوروبي في العنصر الثاني، الاتحاد الأوروبي. العنصر الأول عندنا الولايات المتحدة الأمريكية أو الاقتصاد الأمريكي. إذا نلقاه بأنه يتشابه في العوامل. إذا تكلمنا على ما عدا بعض العوامل، مثلا التاريخية، الحركة الاستعمارية، كلاهما استفاد الولايات المتحدة. أيضا الهجرة الأوروبية استفادت منها فقط القارة الأمريكية. الاستقرار السياسي في كلاهما، الاستقرار السياسي، الاستفادة من الحرب العالمية الأولى والثانية في الولايات المتحدة. أيضا الاستفادة من مشروع مارشال بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو الدعم الأمريكي، والنظام الديمقراطي، كلاهما فيها نظام ديمقراطي. إذن والهجرة الأدمغة، كلاهما يستفاد من هجرة الأدمغة، حتى الاتحاد الأوروبي يستفاد خاصة من العالم الثالث. إذن هنا نجد بأنه التلميذ يتشابه إذن عوامل القوة. أيضا إذا تكلمنا على الطبيعية والبشرية، نلقاه الأنهار، نلقاه أيضا هنا وفرة الموارد المائية، إذا وفرة الأنهار والتساقط إلى آخره. تنوع المناخ، نلقاه هنا أيضا تنوع المناخ. أيضا الاتساع أو شساعة المساحة، نلقاها في كلا العنصرين. الثروات الطبيعية، أيضا الموارد الطبيعية، الفحم الحجري إلى آخره. وبالنسبة للعامل الطبيعي، القوة الديموغرافية، وليد العاملة المؤهلة اللي تمثلنا في السوق الاستهلاكية، وليد العاملة اللي تساهمنا. أيضا نلقاه هنا في العوامل الاقتصادية والبشرية، نلقاه وفرة اليد العاملة إذا هنا كعنصر. العوامل الاقتصادية أيضا يشتركوا فيها، وهي استقطاب رؤوس الأموال، هنا أيضا قوة الاستثمارات. أيضا تنوع ضخامة شبكة النقل والمواصلات، بطبيعة الحال كلاهما بشبكة النقل والمواصلات. رؤوس الأموال إذا تكلمنا عليهم، نتكلم فقط البورصات العالمية، مثلا في الولايات المتحدة عندنا بورصة نيويورك، بورصة وول ستريت، بورصة واشنطن. في الاتحاد الأوروبي عندنا بورصات مثل لندن، مثل باريس إلى آخره. وأيضا تحكمها في التكنولوجيا والبحث العلمي، نلقاه في العالم المتقدم، وعفوا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، إذا هنا نلقاه مع البنوك. إذا هذه بالنسبة لعوامل القوة الاقتصادية، وحتى تتشابه معهم جنوب شرق آسيا، لأنه يتشابه معهم، ما عدا العوامل التاريخية اللي ما نلقاوهاش في جنوب شرق آسيا، مثلا الحركة الاستعمارية أو الهجرة الأوروبية إلى آخره. إذا هنا العوامل اللي يتشابهوا فيها العوامل الطبيعية، العوامل الاقتصادية، العوامل الطبيعية والبشرية والاقتصادية، هذه يشتركوا فيها كامل العالم المتقدم. لهذا التلميذ في هذه الآونة الأخيرة، ما دام ما بقالوش وقت طويل، يقدر يحفظ التلميذ نموذج واحد،
ثم يطبق هذا النموذج أو هذه الأفكار، يطبقها على أي مثال ورد في شهادة البكالوريا، سواء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، أو منطقة جنوب أو شرق وجنوب شرق آسيا. إذا العوامل هي نفسها، ما عدا أنه مثلا كي يتكلم على الأنهار والبحيرات يتكلم الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، نهر الميسيسيبي، الكولورادو، البحيرات الكبرى. إذا تكلم هنا على الموارد المائية يتكلم هنا على نهر الدانوب أو الراين أو الصين. إذا هنا فقط الأمثلة التي تتغير في بالنسبة للعوامل القوى الاقتصادية. لهذا التلميذ هو مطالب بحفظ رؤوس الأموال، مثلا تنوع المناخ، الموارد المائية، اتساع المساحة، الثروات الطبيعية، القوة الديمغرافية أو اليد العاملة، السوق الاستهلاكية، استقطاب رؤوس الأموال، ضخامة شبكة نقل المواصلات، رؤوس الأموال والتكنولوجيا. إذا هنا ثم يطبق هذا النموذج على الوحدة التعلمية الثانية. إذا هو مطالب بأنه يحفظ لنا فقط رؤوس الأموال، ثم في الشرح من خلال ثقافة التلميذ أو من خلال المعلومات أو الاطلاع راح يتناول لنا كامل الوحدة التعلمية الثانية. هذا بالنسبة للنقطة الأولى اللي تتكلم حول العوامل. النقطة الثانية وهي مظاهر القوة الاقتصادية. في النقطة الأولى في العوامل كنا تناولنا حول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هنا نبين بأنه نفس المظاهر التي تشترك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحتى منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، إذا هي نفس المظاهر بالنسبة للوحدة التعلمية الثانية. إذا نبدأ بالمثال الأول، مثلا ضخامة الإنتاج الزراعي والصناعي. إذا نجده في الولايات المتحدة الأمريكية، نجده في الاتحاد الأوروبي، ونجده حتى في جنوب شرق وجنوب شرق آسيا، لأن الإنتاج الزراعي مثلا. ولكن هنا التلميذ مثلا إذا تكلمنا على الإنتاج الزراعي يتكلم مثلا، إذا كان يتكلم المثال أو السؤال حول في الاتحاد الأوروبي يتكلم أنه فرنسا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج القمح على سبيل المثال. إذا كان يتكلم عن الولايات المتحدة تتكلم بأن الولايات المتحدة تحتل المراتب الأولى في إنتاج القمح، الأرز، الذرة، القطن إلى آخره. أيضا إذا كنا نتكلم عن النقطة الثانية اللي هي الإنتاج الصناعي نتكلم حول بطبيعة الحال حتى الإنتاج الزراعي اللي نلقاه في منطقة جنوب شرق آسيا، نلقاه الصين تحت المراتب الأولى في إنتاج الأرز، القمح إلى آخره. الإنتاج الصناعي أيضا نلقاه في الاتحاد الأوروبي، المراتب الأولى الألمان مثلا في صناعة السيارات إلى آخره، نلقاه الولايات المتحدة المراتب الأولى في الصناعة الحربية، صناعة السفن، الطائرات إلى آخره، وحتى الصناعة الإلكترونية في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. إذا هذا نفس العنصر اللي يحفظه التلميذ، ما عدا يغير لنا الأمثلة سواء في الأمثلة الخاصة بالزراعي أو الإنتاج الصناعي. إذا هنا إذا كان السؤال حول منطقة معينة التلميذ بطبيعة الحال كي يعطينا مثال يعطينا حول هذه المنطقة. النقطة الثانية، إذا هنا الدول الصناعية والزراعية إذا احتكارها مظاهر القوة، أيضا احتلالها المراتب الأولى في الصناعة والزراعة في العالم. يبين التلميذ كما تكلمنا أنه تحتل هذه الدول أو هذه النماذج المراتب الأولى. أيضا أكبر مستهلك، إذا كل هذه الدول تستهلك المواد الأولية بدرجة أولى بسبب التصنيع. أيضا أكبر مصدر للمواد الغذائية وحتى الأسلحة، إذا هنا تطبق عليهم كامل. أيضا قوة التجهيزات الزراعية الصناعية، البنية التحتية، المطارات، السكك، إذا هنا هذه نجدها في جنوب شرق آسيا، نجدها في الولايات المتحدة وحتى في الاتحاد الأوروبي. احتكارها أيضا للمبادلات التجارية، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر حوالي 13% من المعاملات التجارية في العالم، في حين الاتحاد الأوروبي يحتكر حوالي 43، وحتى منطقة جنوب شرق آسيا تحتكر أيضا. إذا هنا ولكن مع ذكر مثلا إذا كنا نتكلم على الولايات المتحدة نتكلم على مجموعة ألينا، الاتحاد الدول شمال أمريكا. إذا كنا نتكلم على الاتحاد الأوروبي نتكلم على الاتحاد الأوروبي أو المجموعة الاقتصادية الأوروبية. إذا كنا نتكلم على جنوب شرق آسيا نتكلم على الاتحاد اللي هو اتحاد الآسيان الخاص بهذه المنطقة. أيضا القوة المالية احتلالها أيضا بسبب العملة، طبيعة العملة، وبسبب البورصات العالمية، امتلاكها لأكبر البورصات العالمية. إذا هنا التلميذ إذا تكلمنا هنا على الولايات المتحدة يتكلمنا طبيعة العملة الدولار، إذا تكلمنا على الولايات عفوا على الاتحاد الأوروبي اليورو، إذا تكلمنا على جنوب شرق آسيا أيضا العملات الين الياباني إلى آخره. إذا هنا يبين لنا طبيعة العملة القابلة للصرف والتحويل.
ايضا البورصات، اذا تكلمنا كل بورصه خاصه بمنطقه وول ستريت في الولايات المتحده، الاتحاد الاوروبي، عندنا لندن، عندنا باريس الى اخره، عندنا في جنوب شرق اسيا عندنا طوكيو الى اخره. اذا وايضا ضخامه الاستثمارات، اذا هنا الاستثمارات كل منطقه عندها استثمارات كبيره، وايضا امتلاكها لاكبر الشركات متعدده الجنسيات. اذا هذا نموذج في المظاهر يطبق على كامل الوحدة التعلمية الثانية ما عدا اختلاف الأمثلة. إذا هنا التلميذ مطالب بأنه يحفظ هذا النموذج ويطبقه على كامل الوحدة إذا جاء السؤال على الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى جنوب وشرق جنوب شرق آسيا، إذا ما عدا يغير لنا في الأمثلة فقط. إذا هذا الوحدة أو عفوا العنصر الثاني. العنصر الثالث أيضا قد يتشابه بدرجة كبيرة فيه الوحدة التعلمية الثانية سواء الولايات المتحدة، لأنه هذه العنصر خاص بالولايات المتحدة، العنصر الثاني هذا خاص بجنوب شرق آسيا. إذا شرق وجنوب شرق آسيا، إذا هنا أثر قوتها يعني الولايات المتحدة على العلاقات الاقتصادية العالمية، أو سؤال يجي مكانة المنطقة في الاقتصاد العالمي. إذا مكانة المنطقة نلقاه بأنه تمثل قوة اقتصادية كبيرة مثل امتلاك البنوك إلى آخره. أيضا هنا التحكم والهيمنة على المؤسسات المالية، هنا مثلا أو احتكارها للإنتاج والتسويق، إذا كلاهما عنصر واحد، مكانة المنطقة، احتكار التجارة، أو قوة اقتصادية عالمية مثلا احتلالها المراتب الأولى، المراتب الأولى في العديد من الصناعات. أيضا احتكار المنطقة المبادلات، هذا نفس العنصر هنا اللي نشوفه فيه احتكار الإنتاج والتسويق ما عدا تغيير في الشرح. أيضا الاستهلاك الواسع للبضاعة أو رواج السلع والمنتجات بالنسبة لجنوب شرق آسيا، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نقدر نسموه الاستهلاك الواسع أو رواج السلع والمنتجات. أيضا هنا تشجيع العالم وتأثير القيم الأمريكية، هذا خاص بالولايات المتحدة، التدخل في العديد من المناطق الخاص بالولايات المتحدة، والضغط على دول العالم الثالث خاص بالولايات المتحدة. في حين نقدر نزيد أو نضيف عفوا في العالم مكانة المنطقة حتى في الاقتصاد الأمريكي، نلقاه مثلا كثرة فروع الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بالأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، استحواذها على نسبة كبيرة من الثروات العالمية بالنسبة للاستثمارات، بالنسبة للبورصات العالمية. أيضا مثلا خاصة بالصين، هنا خاصة بمنطقة جنوب شرق آسيا، تحول الصين إلى عملاق، تحول المنطقة إلى ملتقى الطرق. إذا هنا بالنسبة للعلاقات الاقتصادية خاصة بجنوب وشرق جنوب شرق آسيا. إذا أيضا هنا يتكلم التلميذ أو يحفظ التلميذ مكانة المنطقة في الاقتصاد العالمي، يقدر يطبق لنا هذه المكانة على الولايات المتحدة، على الاتحاد الأوروبي، وعلى شرق وجنوب شرق آسيا، ما عدا يختلف لنا أو يبدلنا في الأمثلة. مثلا هنا تمثل اليابان القوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة، إذا جاء السؤال الولايات المتحدة، إذا تمثل الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم باحتكارها، نكتب مثلا للبورصات إلى آخره، للبنوك مثلا هنا المراتب الأولى في العديد من الصناعات. إذا نكتب الولايات المتحدة تحتكر الصناعات مثلا صناعة السفن، الصناعات الحربية إلى آخره. إذا هنا كل عنصر يكون خاص. الاتحاد الأوروبي إذا تكلمنا على الصناعات، أيضا الغاو الألمان صناعة السيارات إلى آخره. إذا هنا اللي يغيرها التلميذ وهو المثال فقط، يبقى دائما التلميذ الفكر تاعه في أنه رؤوس أقلام هي نفسها، وعدا تغيير المثال فقط. إذا هنا التلميذ مطالب بأنه يحفظ لنا مكانة المنطقة في الاقتصاد العالمي في منطقة واحدة ويطبقها على باقي المناطق، هذا بالنسبة للعنصر الثالث. أما العنصر الرابع اللي هو الصعوبات أو المعيقات أو العراقيل، هي نفسها إذا كان السؤال العراقيل أو المعيقات أو الصعوبات التي تواجهنا يشتركوا فيها الوحدة التعلمية الثانية سواء الولايات المتحدة. مثلا نشوف النموذج الأول الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، النموذج الثاني الخاص بالاتحاد الأوروبي، وضعناه فقط للمقارنة فقط. إذا نلقاو مثلا عجز الميزان التجاري، إذا هنا عجز الميزان التجاري بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا المنافسة الخارجية، أيضا هنا شدة المنافسة الخارجية، إذا نلقاهم يشتركوا فيها. إذا أيضا
ارتفاع أسعار المواد الأولية، تبعي المواد الأولية إذا هو نفس العنصر أو يتشابه بدرجة كبيرة، التلوث الصناعي بطبيعة الحال، مشكلة التلوث الصناعي، الأمراض والأوبئة، الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا هنا خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعض العناصر تكون خاصة فقط بالعنصر. أيضا الأمراض والأوبئة نلقاوها في جنون البقر مثلا في بريطانيا خاصة بالاتحاد الأوروبي. أيضا التفاوت بين الدول الاتحاد الأوروبي، هذه فقط خاصة بالاتحاد الأوروبي وعدم انضمام إلى منظمة اليورو. شيخوخة المجتمع أيضا خاصة بالاتحاد الأوروبي، في حين جنوب شرق آسيا أيضا تشترك مع فيها في التبعية المواد الأولية، لأنه كامل تابعين للعالم الثالث في المواد الأولية، سواء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة أو جنوب شرق آسيا. أيضا شدة المنافسة الخارجية كامل يشتركوا فيها، كامل يعانوا منها. أيضا مشكلة التلوث كامل يعانوا منها، وحتى الأمراض والأوبئة، أو اللي نضيف معها الأمراض والأوبئة مثل الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، من المفروض كان عندنا الكوارث الطبيعية، الأعاصير، الفيضانات إلى آخره، نلقاه في جنوب شرق آسيا أيضا، وفي الاتحاد الأوروبي نلقاه الأمراض والأوبئة. إذا هذه المعيقات أو العراقيل، ما عدا نتكلم على بعض العناصر اللي خاصة بكل منطقة، مثلا الشيخوخة خاصة بالاتحاد الأوروبي، عدم انضمام أو التفاوت بين دول الاتحاد، هذه العناصر خاصة بالاتحاد الأوروبي. هذا بالنسبة للعنصر الرابع. العنصر الخامس خاص بالولايات المتحدة الأمريكية، تكلم عن التلميذ في الدرس، حيوية الوسط الطبيعي والبشري، يشترك هنا مع العوامل. إذا تذكرتوا في العوامل، الموقع الاستراتيجي، أيضا اتساع المساحة، خصوبة التربة وتنوع المناخ اللي يساهم في تنوع المحاصيل الزراعية، وفرة الموارد المائية، ضخامة وتنوع الموارد الطبيعية، الطاقات إلى آخره، التعدد السكاني هنا، أو التعداد السكاني الكبير عفوا، اللي يساهم لنا في اليد العاملة، والسوق الاستهلاكية اللي أيضا تساهم لنا في تشجيع الإنتاج، استقطاب الكفاءات أو الهجرة، التنوع السكاني هنا، هذه خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفعالية الفرد الأمريكي في ضخامة الاستهلاك، وأيضا قوة الاستثمار داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذا العناصر أيضا إذا تذكر التلميذ في العوامل فتشترك. إذا هنا مطالبة التلميذ حفظ رؤوس الأقلام الأولى وتطبيق هذه رؤوس الأقلام على هذا السؤال. إذا نلقاوه في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا من خلال عنوان العوامل. إذا تذكرت في العوامل تكلمنا على هذه العناصر. العنصر هذا وهو خاص بالاتحاد الأوروبي، إذا هنا عندنا في الاتحاد الأوروبي، ما دام هو اتحاد، إذا عنده أهداف مرجوة أو أهداف منشودة أراد الاتحاد الأوروبي الوصول إليها، مثلا عندنا السياسية، عندنا الاقتصادية، استرجاع المكانة، توحيد الدول، القضاء على الهيمنة أو الأمريكية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، الأهداف الاقتصادية، تكامل اقتصادي، الاكتفاء الذاتي، وسوق أوروبية مشتركة، وأوروبا الخضراء عن طريق السياسة الزراعية المشتركة، واحترام مبدأ الأفضلية، القضاء على التباين الاقتصادية للولايات المتحدة والمواد الأولية بالنسبة للعالم الثالث. إذا هذه الأهداف، ثم دور التكتل، وهو يعني ما حققه أو الأهداف اللي حققتها، أو مظاهر القوة إذا مكنها من الاتحاد الأوروبي، هذا الاتحاد مكنها من تجاوز الخلافات مثلا بين فرنسا وألمانيا حول منطقة الألزاس والمورين، حولها إلى قطب اقتصادي عالمي يحتكر حوالي 42 من المبادلات التجارية. أيضا تكلمنا عليها في المظاهر بأنه تحتكر نسبة كبيرة من التجارة العالمية حوالي 42%. أيضا التخفيف من تبعية الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للعالم الثالث من المواد الأولية، قلص الفوارق بين دول الاتحاد الأوروبي، مثلا الألمان وعلى سبيل المثال وباقي دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان أو إيطاليا. أيضا المكانة، استرجاع المكانة، قوة العملة خاصة بعد توحيد العملة، أيضا قوة الاستثمارات هنا بطبيعة الحال، وتعتبر قوة زراعية هامة تكلمنا عليها في العوامل، واحتلالها المراتب المتقدمة، مراتب في إنتاج الصناعي، إنتاج السيارات مثلا، إنتاج السفن إلى آخره. إذا هنا ممكن نتكلم على المظاهر أو دور التكتل. إذا التلميذ يكون حافظ المظاهر، يقدر يجاوبنا على دور التكتل في تحقيق المكانة الاقتصادية المنشودة.
أو اللي يكون حافظنا الأهداف، من خلال الأهداف يخرج لنا الدور التكتل. إذا هذوك الأهداف حققهم الاتحاد الأوروبي ولا ما حققهمش؟ يتكلم بأنه حقق الاتحاد الأوروبي ما دام هو نموذج في العالم المتقدم. إذا العالم المتقدم حقق هذه الأهداف المرجوة. هذا بالنسبة لهذا العنصر. العنصر هذا خاص بشرق وجنوب شرق آسيا، لأنه تتميز به المنطقة. أهم مميز يتكلم عليه أو يتناول التلميذ من خلال الدرس وهو العنصر البشري اللي تتميز به جنوب شرق آسيا. إذا جنوب شرق آسيا هذا العنصر البشري أهلها بها تكون قوة اقتصادية عالمية كبرى. إذا عندنا مثلا وفرة اليد العاملة بسبب عندنا وزن كبير من اليد العاملة أو الفئة النشيطة، أيضا سرعة التكيف هذه اليد العاملة مع التطور التكنولوجي، لأنه القدرة على التكيف، القدرة على التنافس، السلع عندها قابلة للمنافسة بسبب الجودة إلى آخره. أيضا دور المهاجرين في إذا طبيعة الفرد بالنسبة للمنطقة في أنه يرجع رؤوس الأموال للدول الرئاسية، تحقيق المنطقة لمعدلات قياسية في النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع حجم الاستثمار، اتساع السوق الاستهلاكية لأنه ثلثي سكان العالم يعيش في هذه المنطقة، المردودية العالمية لانعدام الإضرابات في هذه المنطقة. إذا اليد العاملة هنا زهيدة الثمن، وأيضا تتميز بأنه طبيعة الفرد في المنطقة المحب للعمل إلى آخره، وإسهام الاستثمار الفرد في اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي اللي ساهم بدرجة كبيرة في رفع حجم الاستثمار الخارجي بسبب طبيعة المواطن أو طبيعة اليد العاملة في هذه المنطقة. إذا هذا خاص بجنوب شرق آسيا. العنصر هذا خاص بالولايات المتحدة الأمريكية وهي الأقاليم الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. تناول التلميذ بأنه أهم إقليم اقتصادي وهو الإقليم رقم واحد، إقليم الشمال الشرقي في الولايات المتحدة، بسبب الموقع، بسبب العوامل التاريخية، الهجرة، أيضا وفرة المواد الأولية، البحيرات، المناخ إلى آخره، وأيضا مظاهر القوة، مثلا المساهمة تاعه في نصف الإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية والناتج القومي حوالي 50%، تمركز البورصة، تمركز العاصمة السياسية الاقتصادية، ميغابوليس أو تجمع المدن الكبرى. إذا هذا خاصة بالإقليم الشمال الشرقي اللي هو أهم إقليم في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أعطيت خريطة صماء بالنسبة للتلميذ وسؤال حدد الأقاليم، راهو محدد واضح بهذا اللون. الإقليم الثاني اللي هو إقليم الجنوبي. الإقليم الجنوبي هذا نلقاو فيه عندنا الإقليم الجنوبي يتميز بالإنتاج الصناعي، الإنتاج الزراعي، المساهمة الكبيرة، مملكة القطن، هذا بالنسبة للإنتاج الزراعي عفوا. وأيضا عندنا بالنسبة للموقع تاعو يقع قرب أمريكا الجنوبية، إذا هذه عوامل خلته يكون ثاني أهمية بالنسبة للأقاليم الاقتصادية. ثم الإقليم الأخير اللي هو الإقليم الثالث وهو المنطقة الغربية، الإقليم الغربي، وهذه المنطقتين اللي راهم ملونين وهما الإقليم الثالث اللي هو الإقليم الغربي اللي هو إقليم حديث النشأة. أرادت الولايات المتحدة خلق توزيع منتظم للسكان، فإذا حاولت خلق هذا الإقليم من خلال خاصة الصناعة السينمائية، صناعة الحربية. إذا هنا نشوف الهجرة من الإقليم الشمالي الشرقي إلى باقي الأقاليم وخاصة الإقليم الغربي. السبب الرئيسي وهو خلق توازن، لأنه أغلبية السكان يعيشوا في الإقليم الشمالي الشرقي. تكلمنا على العوامل. هذا خاص بالولايات المتحدة الأمريكية. خاص بالاتحاد الأوروبي ألا وهي مراحل نشأة الاتحاد أو المجموعة الاقتصادية الأوروبية. شفنا بأنه عندكم في الخريطة الكتاب المدرسي 1957 اللي تأسس من خلال 6 دول اللي هي دول بينيليكس، بلجيكا، لوكسمبورغ وهولندا، إضافة إلى فرنسا، إيطاليا وألمانيا الغربية أو ألمانيا. إذا هذا في 1957. ثم أضيفت كل من الدنمارك، إيرلندا والمملكة المتحدة بريطانيا. ثم إذا عندنا مثلا في 81 كل من اليونان. إذا بالترتيب عندنا 86 عندنا البرتغال وإسبانيا. إذا إلى وصولا إلى سنة 2007 إلى رومانيا وبلغاريا، لأنه هذا ملخص وترجعوا للكتاب، لازم على التلميذ يحفظهم وفق السنة التي انضمت إليها هذه الدول. إذا جاء سؤال دول مؤسسة، فالدول التي أسست في 1957 هي 6 دول. ننتقل للعنصر الثاني.
إذا جاء السؤال، الأقاليم الاقتصادية أو الصناعية الكبرى في الاتحاد الأوروبي، عندنا أهم الأقاليم إقليم الروهر في ألمانيا، عندنا إقليم باريس بفرنسا، إقليم أمستردام بهولندا. إذا شفنا مثلا، إذا هنا إقليم الروهر بألمانيا، إقليم باريس في الجهة الشمالية، يؤكد على التلميذ في الجهة الشمالية. إقليم لندن في الجهة الجنوبية للندن، أيضا إقليم البو شمال إيطاليا، إقليم أمستردام في هولندا، ممكن الدولة راهي تبين بأنه صغيرة. أيضا عندنا إقليم برشلونة بإسبانيا، ليشبونة في البرتغال. هذه أهم الأقاليم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. أيضا عندنا مثلا ستوكهولم بالسويد، ستوكهولم بالسويد. إذا هذه أهم الأقاليم الاقتصادية اللي يتناولها التلميذ من خلال الخريطة الخاصة بالاتحاد الأوروبي. الخريطة خاصة بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، نحدد الإقليم اليابان، يحددها التلميذ على الخريطة من خلال هذا الحيز، ثم يكتب سهم بطبيعة الحال اليابان. أيضا نحدد الصين، راهي واضحة على الخريطة، الصين تتميز باتساع المساحة إلى آخره. التنينات والنمور، نبدأ بالتنينات وهي منطقة كوريا الجنوبية، راهي مكاينة على الخريطة كوريا الجنوبية. عندنا تايوان، راهي واضحة. عندنا هونغ كونغ، إقليم تابع للصين. عندنا أيضا سنغافورة. إذا هذو التنينات. أيضا النمور، عندنا الفلبين، عندنا تايلاند، ماليزيا بإقليميها اثنين، عندنا أندونيسيا شبه جزر، راهي إذا هنا، أو عفوا عدة جزر. إذا هذا الخريطة الخاصة بمنطقة شرق وجنوب شرق آسيا، سواء التنينات أو النمور، بالنسبة لمادة الجغرافيا للوحدة التعلمية الثانية. في الأخير نتمنى أنه هذا الملخص ينال إعجاب التلاميذ، لأنه في وقت ضيق وممكن هناك بعض النقص، أو إذا هنا راجع إلى ضيق الوقت، ماذا بنا التلاميذ يحاولوا يلخصوا لأنفسهم يعني هذه الملخصات ويحفظوهم في آخر الوهلة، لأنه مبقاش وقت لشهادة البكالوريا. ونتمنى لكم النجاح في شهادة البكالوريا، نتمنى لكامل التلاميذ تاعنا. وفي الأخير زوروا صفحتنا على الفيسبوك الخاص بالأستاذ نور الدين، وبارك الله فيكم.